فتوحات يزيد ثلاث، ولست أنا من يتحدث عنها. الذهبي تلميذ ابن تيمية لما تحدث عن يزيد ذكر له ثلاث إنجازات. قال افتتح دولته بمقتل الحسين سلام الله عليه، ثم بوقعة الحرة وما فيها من استباحة المدينة المنورة، ثم برمي الكعبة بالمنجنيق ما فعلوا بأهل مكة، فلم يبارك الله في عمره. هذا تعبير الذهبي. فتوحات هذا الرجل قتل عترة النبي صلى الله عليه وآله، استباحة المدينة بكل ما فيها بحيث الدماء وصلت إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وولدت 1000 امرأة من زنا، وثالثا حرق بيت الله الحرام. إذا تقصد هذه فتوحات يزيد فهنيئا لك بهذه الفتوحات، حقيقة هنيئا لكم بيزيد وبهذه الفتوحات التي قام بها.